يا اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه، ويلكم باك تو قناه خليل جيمنج اند تك. واليوم حصلت شيء عجيب. رجعت من فتره، يمكن سنه ونص ما لعبت انا لعبه كلاش اوف كلان. رجعت اكتشفت انه في جزيره جديده قارب تصلحه يكون هنا موجود، تنطلق الى رحلتك. طبعا اللي كان معي على البث يعرف انا كيف بنيت وكيف كنت اهجم، وقاعد اجرب التخطيطات والعسكريه وغيره، وكل شيء متغير علي وجاي بالعيد انا اصلا في كل المراحل. لكن حصلت شيء جميل، حصلت 3 مباني في هذا المكان. اول مبنى اسمه باتل ماشين، ما اعرف ايش سالفته بس بستكشف بعدين، لان اصلا يباله بلدر هول ليفل 5، وهذا يباله بلدر هول ليفل 4. اما طبعا اسمه كلوك تاور، برج الساعة ما اعرف، وهذا عندنا دوار نحن في ابو ظبي. المهم الاخير انا عجبني جيم ماشين، قررت افتحه وياكم. طبعا بما انه جيم ماشين اتوقع بيكون استثمار ناجح، لكن بندق عليه. عطني الجيم ماشين يا عزيزي، ما اقدر احرك مكانه. طبعا لازم اخلص الجواهر اللي عندي، لاجل عيونكم اخلصها واخليكم تنتظرون. وهذا عندي هو الجيم ماشين. الجيم ماشين يا عيني، ابغى اشوف كم بينتج في اول شيء طالع ابجريد انا. اول شيء لا طبعا، لا 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 طبعا، لا تتهور، لا تخسر اللي جمعته في سنتين. معلومات عنه، ايش العشر جواهر؟ يعطينا 2.1 بير داي، يعني كل يوم، يعني كل 5 ايام بيكون متروس مرة. هل يستاهل؟ ولا نحسب على 50 يوم عندك 500 جوهرة. لو تحسبها انت لاعب اللعبة السنة، هذا اعطاك 700 800 جوهرة مجانا. جميلين، لو انك تشتري مرة كل 6 شهور 500 أو 600 جوهرة اتوقع ما يسوون وايد. يساعدك انت في الحسبة، اسوي حسبة، لا ما بسوي كالكوليشن، الكالكوليشن راح يضيعني. فيها بجريد، الابجريد يزيدك 0.3، ما اتصور انه بيزيدك شيء الكثير، يعني حتى الاستيعاب يالس يزيده 1. لو افرض انهم كلهم نفس الشيء راح يكون حدود 10 إلى 13 ليفل، يعني ممكن تحصل الى اعرف، خلينا نشوف 0.3 0.3 0.3 0.3، يعني يمكن 4 في اليوم ولا ما اعرف. بس انه جميل، المبدأ جميل، وممكن ترجع لك اليوم وتاخذ 2 او تلبسه 5 ايام اذا بتسوي الخريطة الجديدة والقاعدة الجديدة عند البلدر هول. افتح الجيم ماشين اول ما تقدر عليها، مش لازم تعطي ابجريد، لان الحين شويه ندمت الصراحه. وهو اعطوني بعد ريبلد جيمين، هذا يعطيك 10 بحد ذاته، يعني كلفني 10 اقل. وهذا باختصار حبيت اشاركه وياكم. اذا عجبكم المقطع طبعا شير لايك سبسكرايب، شوفوا المقاطع اللي ناقصنكم في اللعبه وراح اسويها لكم. على فكره انا توي راجع العب اللعبه من بعيد، ما لعبتها هي وكلاش رويال. اذا في شغلات معينه يمكن انا نسوي لها طف ولا ما اعرفها، شوفوا البث او شوفوا عندي باقي الفيديوهات اللي راح اسويها، ممكن تخبروني عنها، ممكن تستفيدوا مني، ممكن افيدكم وتفيدوني. اللي بيفيدنا كلنا احنا الكومنت سكشن تحت. وشكرا لكم جميعا، وبسوي لكم بعدين ابديت هل هي فعلا طلع. لا هي تطلع، مش لازم اسوي لكم ابديت. اوكي بتشوفون اصلا في البث اتوقع، يمكن هي. المهم انا ظني كان اول ما شفت الجيم ماشين كان عيني علامات دولارات، خلاص لا استطيع لا اتحمل. شكرا جميعا على الحضور، وشكرا على المشاهدة، واذا كان الفيديو يستاهل اللايك لايك كان سبسكرايب. شكرا.